سي بون سادة سي بون الحاجيات هذه الفئة حتى هنا في العاصمة، لكن الحصول على العلم والمتحدة الدستور المعدل السنة الماضية وكذلك التوجيهات. عطيني هذاك تريبي صغير حمزة، هذاك صغير شتو عندك؟ الإشكال هنا في أن هذه الخيارات هي خيارات استراتيجية كبرى تمس كل الجزائريين وتمس حتى مستقبل الأجيال، وكان يفترض أنه مثل هذا الإجراء يتخذ بعد إجراء حوار جاد مع خبراء ليس على أساس الولاء وإنما على أساس الكفاءة والقدرة والاستماع إلى ندوات ومخرجات الحوار تنفذ في أرض الواقع، إلا أن للأسف الشديد الحكومة أخذت موضوع التمويل غير تقليدي وحاولت أن تقدم أمثلة لا تشابه بيننا وبينهم. نحن نبحث عن الحكم الراشد الذي تجاوزت الحكومة الحديثة عنه في الحرية، في الديمقراطية، في الشفافية، في الرقابة، في أموال، في إصلاح جاد وسريع في المنظومة المصرفية. كل هذه الأشياء تجاوزت الحكومة ولا تتحدث عنها، بالمقابل تريد أن تضرب المقارنة بدول متقدمة في هذا المجال استخدت من هذا الإجراء الاقتصادي كحل لأزماتها، طبعا مع مدة زمنية محدودة. الشيء اللي وصلنا ليه اللي كنا متخوفين وصلنا ليه الان، حنا رانا في كما نقولوا حنا مع حيط، واش لازم نديروا؟ اسكو نروحوا نلجؤوا الى المديونيه ونروحوا نسلفوا من الخارج، او نديروا حل؟ هذا هو حل القانون، مشروع قانون القرض والنقد. كي يشوفوا نقارنوا منها وتكون هو اقل مضره، اقل مضره هو لنا. اذا رحنا للقرض الخارجي واش لازمنا شروط؟ ومن بين هذه الشروط هي تسريح العمال، ما كانش كيفاش نقولوا الزياده في الاجور، غلق المؤسسات. اذا هذا احنا ما نقدرش. كذلك هما كي يعطوا الدراهم يكون موجهه لمن؟ موجهه الا للاستهلاك. الجديد في هذا المخطط هو ما تعلق بالاجراءات الماليه، طبعا نقود جديده، هذا هو الذي صنع الكثير من الجدل، لانه يعتبر استنساخ لتجارب سابقه، لكن هذه التجارب كانت فيها الناجحه وكانت فيها الفاشله. والسؤال اللي طرحناه، هل الجزائر بالامكانيات التي نجحت فيها هذه؟ اعطاء يعني بدائل للمنظومه، لاصلاح المنظومه الشرائيه، يعني حتى المواطن يشوف يعني عمليه تدبدب وعمليه سوء توازن بين الدخل اليومي الاسري او الدخل الاسري صح التعبير، وبين واقع القدره الشرائيه الذي هو في يعني عمليه اضطراب كبير جدا. Barena.